كرة السلة الأردني الشاب محمود درويش يومياً إلى صالة التدريب محاولاً استعادة لياقته ومهاراته الحركية والبدنية بعد تعرضه لإصابة في ركبته خلال اللعب أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع. أنا لما بديت كنت كثير بتدرب زيادة عن اللزوم وبلعب زيادة، فبالباتيلا تندن عندي بالركبة صار في قطع بسيط، فالدكاترة أقول يرتاح 6 أسابيع وعمل تقويات للكوادز وهام سترينجز بعدين أرجع لعبت. أنا استعجلت فدل ما عود 6 أسابيع حتى 4، فلما رجيت لعبت في نص المباراة لما حاولت أنط حسيت أن كلها انقطعت، فلما رحت فحص طلع في قطع كامل بالباتيلا وسويت عملية. فترة التعافي اللازمة كانت لتكون أقصر لو قام اللاعب بمراجعة الأطباء والكشف عن حالته بمجرد شعوره بألم بسيط. هلا كان كنت حاس بس كثير كان بسيط، إنه الدرجة أول ما جسمي يحمى وأبدأ أعرق لما ألعب ما كنت أحس فيه، كان الوجع يروح، اللي هو هذا أكثر إشي غلط أنا عملته. المفروض أول ما حسيت بالألم الصغير رحت عملت الفحوصات ولحقت الإصابة قبل ما كبرت. إهمال إصابة الركبة أجبر اللاعب محمود على دفع ضريبة مضاعفة حتى بعد التعافي، حيث واجه تراجعاً في أدائه خلال اللعب والتمرين. تأثر أدائي الرياضي ماذا كان بالسرعة بالنط باللياقة، طريقة إنه كيف أغير الدايركشن تاعي إذا كنت رايح اليمين كيف أعكس أروح يسار، فيا صارت كثير ستيف والعضلة كلها ستيف صارت. أي شيء له دخل بالنط بيزيد الألم كثير، وأي شيء له دخل بالسبرنت إنه 100% له دخل بالألم. بس هي أشياء بعملها عشان أخلص من هاي الأمور اللي هي تقويات الكوادز والهامسترينجز والكور، فالحمل كله بيصير يروح على هذول العضلات بدل ما يروح على الركبة على طول. المدرب سام دوغلاس المسؤول عن إعادة تأهيل اللاعب أكد أهمية اتباع إرشادات السلامة في الملاعب والحرص على تطبيق تعليمات الأطباء دون تهاون. دائما أول شيء لما اللاعب ينصاب أهم شيء دائما ترجع للدكتور، الدكتور هو اللي بيقول لك بالضبط قد ايه هي بدها وقت، لأن لما حكينا مع الدكتور اللي عمل عملية لمحمود درويش قالنا أنه بده 3 أشهر قبل ما يرجع الملاعب، بعديها في فترة اللي هو من سنة للمعالج الطبيعي اللي هي أول شهر من بعد العملية، بعد ما يخلص هاي الفترة بعدين المعالج الطبيعي بيسلمه لنا هنا اللي عندنا الشغلات اللي هي بنسميها athletic training وبردو على الملعب. من هون احنا نبلش نهيئه ونهيئ جسمه يرجع نحطه بنسميها البوزيشنز اللي هي بتكون موجودة للاعب السلة. هاي هي أهم شغلات، نرجع نقوي إجريه، نخلي إجريه يكونوا مرتاحين بهدول البوزيشنز اللي نحطهم فيهم، سبيشالي اللود اللي بنحط على الركبة. فكتير كتير مهم إنه إن نمشي إحنا والمعالج الطبيعي ونمشي على نفس البرنامج اللي الدكتور اللي هو عمل العملية قالنا عنه. فإحنا كنا بنشتغل على نفس البلان، منقول على نفس الخطة عشان نرجع اللاعب بأقوى إشي أقوى من مكان قبل العملية. طبياً تختلف الخطة العلاجية اللازمة لتعافي إصابات الركبة من لاعب لآخر حسب إصابته ولياقته واستجابته للعلاج. في حالة محمود كانت فترة التعافي الطويلة فرصة لإعادة التفكير بضرورة اتباع نمط حياة صحي. هي أول 2-3 أسابيع ممتعة بس بعدين بتصير تمل، فبصير تقعد لحالك وتضل تفكر تفكر تفكر. بس هذا شيء كثير منيح صار بالنسبة لي، كان خلاني أصحى شوي وأخذ الموضوع بجدية أكثر، ما هو كان موضوع التمرين ولا التقويات ولا الأشياء البسيطة زي الأكل، غير لي تفكيري كله من الهمال إنه خلص بعدين بعدين، لا هلا صرت خلص بلحق هلا أول من أول عشان ما يرجع يصير في اللي صار. أي شيء ممكن تشعره إنه مو صح في جسمك ولا نسبة وجع بسيطة 1%، روح تأكد، روح الدكاترة، روح افحص، ارتاح، ثلج عادي، ما تأخذ الموضوع في بساطة لأنه ممكن إصابة صغيرة ضل تكبر 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 ولا سمح الله تنهي مسيرتك، ما بتعرف شو ممكن يصير، الجسم مغدر. فأي شيء أنت بتحس فيه على طول روح الدكتور، الدكتور أعطاك 6 أسابيع، إذا بتقدر تقعد 8 أسابيع أقعد، كل ما طولت أكثر مو غلط. هي بس هاي النصيحة اللي بقدر أعطيهم إياها.
هذه التجربة تركت بصمتها على حياة محمود المهنية والشخصية ليصبح أكثر وعياً بإجراءات السلامة خلال اللعب، وأكثر حرصاً على صحته وخطط التعافي الطبية المطلوبة منه.